الرحمن الرحيم. كان الشيخ نمر رمز الكرامة والحقوق في المنطقة، في المنطقة الشرقية وفي البحرين، لكن الشيخ نمر اليوم أصبح المدافع الأول ضد إرهاب آل سعود وضد الدواعش في المنطقة، لأنه يحمل فكرا سلميا معتدلا ضد الظلم ومن أجل الكرامة الإنسانية. وقف مع شعب البحرين ودافع عن شعب البحرين ضد التدخل السعودي، وسجن فيما بعد انتقاما منهم له لأنه وقف هذه الوقفة. اليوم سماحة الشيخ النمر آية الله نمر باقر النمر يمثل الرمز الحقيقي للدفاع عن المظلومية، مظلومية الشعوب المنتهكة الحقوق، مظلومية شعب البحرين، ومظلومية شعب الحجاز والجزيرة العربية. سماحة الشيخ النمر النمر يواجه حكم الإعدام صدر بحقه في أكتوبر الماضي بالقتل تعزيرا لأجل هذه المواقف. نحن نتضامن هذا اليوم مع سماحته مطالبين بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه وبالإفراج الفوري عنه وعن جميع السجناء. سماحة الفقيه المجاهد آية الله نمر باقر النمر يمثل ثورة ضد الظلم ومن أجل الكرامة الإنسانية وضد الفكر التكفيري الداعشي الوهابي الذي يروجه آل سعود في المنطقة. هذه الثورة التي قام بها نمر باقر النمر لا بد أن تنتصر، والفكر التكفيري الداعشي الوهابي لا بد أن ينتهي، ونحن منتصرون إن شاء الله، وسنحتفل بخروجه معنا منتصرا مرفوع الرأس قريبا 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 إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.